وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد خالد المالود الأمين العام لبعثة الحج البحرينية. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، ولو تحدثنا عن مدى استعداد لجان البعثة وأبرز مهامها لخدمة الحجاج البحرينيين. أهلا وسهلا بكم، شاكر لكم إتاحة هذه الفرصة. حقيقة يوم الثلاثاء الماضي استكملت لجان بعثة مملكة البحرين الوصول إلى مكة المكرمة شرفها الله للاستعداد حقيقة والبدء في الأعمال التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للحجاج. تقريبا في بعثة مملكة البحرين للحج هنالك 7 لجان عاملة كلها تقوم على خدمة الحجاج والحملات على مدى 24 ساعة. هذه اللجان يعني جزء منها يختص بالتقييم والمتابعة والتدقيق على المباني السكن وحملة، ولجان أخرى تقوم على التحقق من جاهزية المخيمات في المشاعر المقدسة في عرفات وفي منى وفي مزدلفة لاستقبال الحجاج أيام الحج بإذن الله تعالى. نعم، لو تحدثنا أيضا عن توافد وصول الحجاج البحرينيين والموعد المتوقع أيضا لاكتمال عقد الحملات البحرينية. نعم، بدأ وصول الحجاج ولله الحمد منذ يعني نهاية الأسبوع الماضي، وسوف يكتمل عقد يعني وصول بقية الحجاج يوم الأحد القادم وهو غدا بإذن الله تعالى. ستكون كافة الحملات بكافة حجاجها متواجدين في مكة المكرمة، وسوف تقوم البعثة بإذن الله تعالى برئاسة سعادة الشيخ عدنان القطان رئيس البعثة بجولات بزيارات وجولات للإطمئنان على سلامة الحجاج في مقرات سكنهم. نعم، السيد خالد المالود الأمين العام لبعثة الحج البحرينية، شكرا جزيلا لك.